قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا دي زاد. في فقرة إخبارية جديدة نستهلها بالخبر الأول والمتعلق به، حالة الطقس في الجزائر، حيث حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوق أحيانا ببرد في 8 ولايات من الوطن. وأشارت المصلحة في نشرية خاصة أن أمطار رعدية ستشهدها كل من غاليزان، إشلف، عين الدفلة، تيارت، إسمسيلت، تيبازا، البوليدة، لمدية. وأضاف الديوان أن الأمطار التي تصل إلى 40 ملم محليا مرتقبة بداية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الجمعة، فيما ستشهد كل من الولايات الشمالية والداخلية أمطار تصل إلى 50 ملم محليا. وأفاد الديوان أن الولايات المعنية هي كل من الجزائر، بومرداسة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، بالإضافة إلى الطارف، سكيكدا، عنابة، برج بوعريريج، سطيف، ميلا، قسنطينة، قالما، وسوق هراس. الخبر الموالي إخوة الكرام تعلق بالعدالة، حيث قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الزهاري بأنه لا يوجد أي قانون يمنع الجزائر من تطبيق حكم الإعدام، مؤكدا بأن الجزائر علقت التنفيذ في هذا الحكم كالتزام أخلاقي وقعته مع الأمم المتحدة. وأضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم أن الجزائر وقعت على اتفاق أممي ينص على الحق في الحياة، كما أنها وقفت تنفيذ الحكم بالإعدام منذ 1993، لكن ليس هناك أي قانون يمنعها من ذلك. بالموازاة مع ذلك أضاف الزهاري أن القانون الجزائري ينص على وجود 18 عقوبة تنص على عقوبة الإعدام، مؤكدا بأن هذا الحكم يجب أن يقتصر فقط على الجرائم الخطيرة. وفيما يتعلق بجرائم قتل واختطاف الأطفال، أكد الزهاري بأن الجزائريين لن يقبلوا بأن يختطف أبنائهم ويقتلوا ويغتصب، داعيا إلى إلزامية وضع حد لهذه الجرائم. فما رأيكم إخوتي الكرام؟ والآن إخوتي الكرام ننتقل إلى أهم خبر في هذه الفقرة الإخبارية والمتعلق بالسفير الفرنسي الذي انطلق في تحركاته المشبوهة في الجزائر، حيث كشفت تقارير إعلامية أن السفير الفرنسي في الجزائر فرانسوا غويت التقى خلال الأيام الماضية وسائل إعلام وسياسيين شددوا على تأسيس المراحل الانتقالية في الجزائر بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس الفرنسي حول الوضع السياسي في الجزائر. وقال موقع قناة الميادين نقلا عن مصادر أنها مطلعة أن تحركات السفير الفرنسي خلال الأيام الأخيرة تتزامن مع إعازة جهات فرنسية للإعلام الفرنسي بترويج لسيناريو المرحلة الانتقالية. وأضاف ذات المصدر أن السلطات الجزائرية تعتبر السفير الجديد بمثابة هدية مسمومة من الرئيس ماكرون للجزائر، كما أنها تدرك جيدا الدور التخريبي الذي لعبه السفير الفرنسي في الأزمة الليبية وعدة محاولات تخريبية في تونس. ولفتت المصادر إلى أن هذا الحراك الانتقالي جاء بعد أيام من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الوضع السياسي في الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في تصريحات سابقة إنه سيفعل ما بوسعه من أجل مساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذه المرحلة الانتقالية، وهو الوصف الذي أثار حفيظة الجزائريين. وأثارت التحركات المشبوهة للسفير الفرنسي ونواياه المشبوهة حفيظة الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وطالب بعضهم السلطات العليا بالتدخل لطرده. وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت نهاية الشهر الماضي أن هناك جهات مغرضة تسعى لاستغلال غياب رئيس عبد المجيد تبون لإثارة البلبلة، وذلك خلال تواجد تبون في فترة نقاها عقب تعافيه من فيروس كورونا. وفي سياق تسلسل الأحداث ذكرت وسائل إعلام مؤخرا أن الإمارات أبلغت الجزائر نهاية الشهر الماضي عن شعورها بالقلق مما وصفته بسياساتها المعادية لها، مهددة بتطبيق عقوبات سياسية واقتصادية قد تصل إلى إعادة تقييم العلاقات الثنائية برمتها. وزاد التوتر بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون عن بعض الدول العربية التي لتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما دفع الإمارات إلى الانتقام من الجزائر بفتح قنصلية لها في العيون المحتلة بالصحراء الغربية. التحركات الفرنسية والإماراتية، إذا أضفنا لها التحركات المخزنية، فإنها تعزز فرضية المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر ووحدتها الترابية واستقرارها الأمني والسياسي. وبالعودة إلى موضوع السفير الفرنسي الحالي في الجزائر، فمعروف عنها أنه شغل
نفس المنصب في عدة دول عربية، آخرها كانت السعودية وقبلها ليبيا ثم تونس. وخلال اندلاع الاحتجاجات على نظام القذافي، كان السفير الفرنسي في طرابلس في ذلك الوقت بصدد تنسيق العمل وجلب الدعم اللوجستي وحتى السياسي لصالح من شكلوا حينذاك النواة الصلبة للمجلس الانتقالي الليبي، وعلى رأسهم وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل الذي ترأس المجلس فيما بعد. وتكفل السفير الفرنسي بتشكيل حلقة وصل بين المجلس الانتقالي الليبي والمخابرات الفرنسية، فيما تكفل برنار هنري عراب ما يسمى بثورات ربيع العربي بتوفير الدعم السياسي والدعاية الإعلامية. ولم يغادر طرابلس إلا بعد اندلاع ثورة ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2011، أين تم غلق السفارة وترحيل جميع طاقمها نحو باريس بعد فوضى عارمة أحدثها وتأكد ضلوعها في التحريض ودعم أطراف داخلية ضد أخرى لزيادة تأجيج الوضع. وبعد نجاح مهمته في ليبيا وتدميرها، عين سنة 2012 سفيرا في تونس واستمر هناك حتى عام 2016. عرفت سيرته هناك العديد من استدعاءات الاحتجاجات من وزارة الخارجية التونسية تبلغه أن تدخل في شأنها خط أحمر، وذلك على خلفية نشر بعض وسائل إعلام تونسية أنباء أشارت إلى دعم السفير لإضراب الصحفيين التونسيين. وحسب ما تم الاطلاع عليه من سيرة السفير في تونس وليبيا وحاليا الجزائر، فإنه يعتمد في استراتيجيته على ربط علاقات مع صحفيين ووسائل إعلام وبعض السياسيين المعارضين لترويج للمهام التي يكلف بها من الإليزية وتنفيذها على الواقع، وهو ما تأكد من الأخبار التي أذاعتها وسائل الإعلام منذ أمس الأربعاء. فهل ستكون له السلطات الجزائرية بالمرصاد قبل فوات الأوان، خاصة إذا أخذنا بمحل الجد الظروف الإقليمية التي تمر بها الجزائر من توتر وأزمات من ليبيا مرورا بمالي وإلى الصحراء الغربية وتكالب الفرنسي المغربي على الجزائر من الجهة الغربية؟ أما أنتم إخوة الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات. الخبر الموالي إخوة الكرام تعلق بشقيق لاعب المنتخب الوطني عدلان قديورة، حيث رفع شكوى ضد مسير شركته الخاصة بالإشهار والتصوير بالعاصمة متهما إياه بخيانة الأمانة. وعالجت محكمة سيدي محمد بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر ملف قضية حسن قديورة شقيق لاعب الخضر وهو صاحب شركة للإشهار والتصوير. تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة أن القضية انطلقت بعد عقد الشراكة التي كانت بين الضحية والمتهم، هذا بعد تأسيسهما لشركة مختصة في الإشهار والتصوير بالعاصمة. وبعد تراكم المشاكل بينهما اضطر الطرفان إلى غلق المؤسسة، ما دفع بالمتهم إلى الاستيلاء على آلة التصوير التي كانت متواجدة بمقر الشركة. كما استولى المتهم على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب 5000 أورو وهو ملك للاعب الدولي عدلان قديورة، هذا ما دفع بالضحية بإيداع شكوى ضد المتهم بتهمة خيانة الأمانة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.